بالونة اليوم وزعتهم في كل البيت وشف ياسر برا. شف ياسر يعطيك ألف عافية، شكرا أديتوا الغرض. هدوء. إيه ما حسيت وفاجأناها طبعا. شف ياسر من بدري هنا، يعطيك ألف عافية، شكرا شكرا جزيلا. وحضرنا أحلى عشاء، قلت له نبغى شيء كاجوال يعني أسيل، كل أشياء صغيرة، ميني برجر سلايدرز، ميني بيتزا، كل أنواع الساندويتشز، وجز أسيل ستايل. عن جد ما قصرت شيف، يعطيك ألف عافية. طبعا هذا بس الأبيتايزر ولسه في المين كورس، حيجيبوا الآن ويجهزوا العشاء. الحمد لله زبطت. شايلة هم صار لي كم يوم، والحين نرجع تحت. شوف ياسر ما خبرتنا اليوم المين كورس، انا على بالي هذا هو الاكل، بعدين قلت لها في اكل لسه جاي. في مين كورس بس هلا اهم شيء بالاكل اليوم ان اسير ستايل اليوم اللون الازرق مسيطر عن القصه. اليوم سوي كبده ريدس باتيه، شكلي ببدا اجرب كل شيء قبلهم. مسوين ستيك، انا اليوم ما في ستيك، راح يكون لايك ساندويتش ستيك. اوكي وهي القصة في معناتها مثل ما قال ياسين ستايل، وحتى اللون هون رح مختلف. انا هذه حبيتها كثير، هاي الساندويتشز اسيل اي. اوكي نحن كمان اليوم على الكانيلوني، اها طبعا كمان باذنجان الريحة بالحياة. شوف ويف الاو السمك هلا عفنية، اها وطبعا بوب كورن اهم شيء، جايبين المشين. اوكي واحده من هداياها هي لسه ما تعرف، كوتون كاندي شعر البنات عشان تسوي بالبيت، حركات اسيل يعني. طبعا الاكل كله يجنن، بس اشوف جيلان ماخذه من هذا الشيء ثلاثه. يوم سالتها ايش قالت لي بلاك كود ماما يجنن، جربته لازم اذا حتتعاملوا مع شيف ياسر تطلبوا روعة البلاك كود. آخر الواصلين دكتور مجد ودكتورة ديمة، خلصوا العيادة وجو، ما قصروا صراحة. أهلا أهلا، مراقبتكم. لا بس حبيت الثيم. أي هدية؟ هدية أسيل؟ لا لا معجون أسنان، تبيض أسنان هتمر على كل العائلة. أوكي هذا السويت أشكال وألوان، لسه هنا في كمان في هذه الكيكة. أوكي هذا صحن أحد بالغلط.
الشيف ياسر يقول انه هو بلش بالهيلثي فود. بلشت بالهيلثي فود. اوكي، معناته انه انا على راس القائمه لو سمحت. كم كيلو نقصت؟ انا نزلت عم بفرجيهم على سناب، كلهم بيعرفوا صرت نازل 10 كيلو تقريبا بشهر شهر و20 يوم ما شاء الله. ايه، على الهيلثي بس فود يعني، واشباع. اوكي، ثلاث وجبات ولا وجبتين ولا كيف؟ عدا الفطور. اوكي، غدا وعشاء يعني تقريبا كالوري بين 1000 بين 900 لل 1100. اوكي، فينا نبدا من بكره؟ ايه جاهز. خلص خلص. من بكره ما راح اطبخ ولا راح اعمل شيء بالبيت. اوكي، طبعا كميات تكون مدروسه. اوكي، وبقول انا الكالوري بين 900 وال 1000 ل 1150 للوجبه كامل مع العشاء. حلو. غدا مع العشاء بضل عندي. اوكي، انت شو بدك؟ خلص صار. انا والدكتوره ديما ودكتور مجد والشيف ياسر جالسين برا، الجو حلو، والباقي كلهم دخلوا داخل، وما شاء الله صوت الدي جي واصل لين برا. دكتور مجد حيطلع على الهواء الان مع ميرنا واذاعه فلسطينيه. على الهواء يا عزيزتي ميرنا. اكيد مكملين معك، واحنا بدنا المفاجاه. طيب، المفاجأة المفاجأة يا عزيزتي، المفاجأة هي كمان قصة نجاح، وقصة نجاح ملهمة لكتير عالم، وكتير عالم بحبوها وبتابعوها، ولما عرفت أنه لقاء مع قناة فلسطينية أصرت أنه تطلع معنا. معكم هلا وسامعيتكم، وانتوا اوريدي لايف على السناب تبع الاعلاميه السعوديه لجينا عمران. الله الله، يسعد لي مساكم. الله يخليكم، يا مساء السعاده. مساء الخير، الله يسعد مساكي لجينا. الله يخليكم، كيفك ميرنا؟ تمام، كيفك انت حبيبتي؟ انا سمعت عنك كثير كثير من دكتور مجد، وصار الوقت انه خلص لازم نتلاقى ان شاء الله. لازم نلتقي اكيد. انت ما كان اصدقاء، ومن انا اعتبرهم عيلتي، عيلتي الاولى في الامارات وعيلتي الثانيه بشكل عام، ولكن انا بدات من بدري كثير، كنت كثير صغيره يعني، وما كان وقتها عندنا سوشيال ميديا مثل الان. الناس بالنسبه لهم الان الوصول والشهره والنجاح قد يكون اسهل بكثير كمقاييس ومعايير. احنا بزماننا اذا بننظر يعني قبل 14 سنه كان كثير اصعب، مش اي احد يقدر يطلع، ولو طلع مش سهل انه هو يبقى المكان اللي وصل له. فلذلك انا بالنسبه لي في ناس يمكن عرفوني السنوات الاخيره شافوا بس وين انا وصلت، فعلى بالهم انه انا مشيت على طريق مفروش بورد، بس ما شافوا بداياتي. الناس اللي يعرفوني من اول ما طلعت من 2003 الى الان هم اللي عاصروا هذه القصه، وعارفين المعاناه وعارفين الامور اللي انا واجهتها والعقبات، وبجانب هذه العقبات الا ما يكون في بعض الاغلاط الاخطاء وبين قوسين الحماقات. المكان الاعلى ودي اعلاميه، انا شخصيا حبيت الاعلام لانه انت فيه. الله يخليك، انت شجعتيني على الاعلام. عن الحمد لله كويس. شوفي انت كل حبيبتي قدوه لكل الصبيه العربيه والفلسطينيه والسعوديه وشمال العالم العربي. الله يخليك، اول شيء تحيه لكل اهل فلسطين، والله تحية مكانهم على الرأس. اتفضلي. بدي تحكي لي نصيحتك لكل امرأة عربية عم تبلش طريقها وحلمها. بقولها ما تزعلي في الوقت اللي ما تنجحي، ما حقول تفشلي في الوقت اللي ما تنجحي فيه، أبدا ما تزعلي، بالعكس ارجعي مرة ثانية، قومي وقومي أقوى من أول، وكل خطأ بتمر فيه أو محنة بتمر فيها حطي في بالك إنه هذا درس، استفيدي منه، خذي الفائدة وارمي الباقي ورا ظهرك وكملي، ما تخلي أبدا أحد يقدر يحبطك أو يكسر إرادتك. دائما يكون عندك إصرار، وحطي في بالك أنت الوحيدة اللي حتفيدي نفسك. أنا حالي حال مثل معظم بنات جيلي سابقا، كنت أقول يلا بكرة والدي حيساعدني، بكرة حتزوج وزوجي حيعمل لي، ولكن هذا كله مو صحيح، كله من نسج خيالنا. اكتشفت أنا يعني قبل أسبوعين دخلت 40، اكتشفت بعد 40 سنة إنه ما حد فادني أو حيفيدني إلا نفسي وبس، إرادتي جدي إصراري هو اللي وصلني للي أنا اليوم عليه من بعد رب العالمين ومساندة رب العالمين. فلذلك كل ما وصلت إلى أو حققت نجاح، كل ما اطلعت إلى النجاح اللي بعده أو هدف جديد. زي ما تتخيلي هاي الكلمات قديش عم تأثر في قلوب الناس هلا عم تسمع.
معك. اليوم لورين كمان موضوع حلقتنا كان عن الحلم، وقلنا انت بتغير حلمك، يعني كيف بتغير حلمك؟ بس انا كمير من كثر ما بتابعك انا بلغي حلم وباخذ حلم جديد، وانت من ضمن احلامي حبيبتي. الله يحقق لك كل احلامك. الشكر لك. انا بس عندي بنصيحه اخيره، انه دائما احيطوا حالكم بالعالم الناجحه والعالم المتفائله. انا رجين مش بس صديقه، رجين اختي الصغيره وملهمتي دائما. وعلى اذا كان موضوع الحلقه اليوم برنامج سمايل ماستر، اول حدا عرف بالفكره واول حدا حضر الحلقه الاولى هي رجين عمران. احنا طبعا يعني انا شخصيا انتو من الناس اللي أظني أتابعها وحابة أتعرف عليكم شخصي، لأنه أنتوا ناس فيهم الواحد تخلوه عجب يقول إنه ما في شيء مستحيل لحلمك. صحيح ما في في صعب، بس لما توصل لحلمك بعد الصعب أو من خلال الصعب ليه قيمة أحلى وطعم ألذ من لما توصلي له بالسهل. شكرا كثير، ويسعد مساكي. شكرا يا دكتور مجد ناجي على المفاجأة الرائعة، بشكرك من القلب.